مشاهد قناة شفت الإعلان المطلوب لكم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، وكيف ما عودناكم متابعينا الكرام كنقول لكم الأجواء قبل عيد الأضحى المبارك. عيد الأضحى الله يدخلنا في الصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. يعني هنا الدار البيضاء حنا كنتواجدوا بالضبط من منطقة سباتة، بالضبط حمام الفن، منطقة اللي معروفة بالمأكولات الشعبية ديالها، منطقة اللي معروفة بمحلات المأكولات الخفيفة، منطقة معروفة بصحاب السندويتشات، منطقة اللي بكل صراحة معروفة بالرواج التجاري الكبير ديالها، معروفة بأن 24 ساعة على 24 والناس عارفين، الناس ديال المنطقة والناس ديال كازا. يعني كاين بعض المناطق كدير في السلطان كيف باشا حمام الفن بالضبط، يعني بلايص اللي معروفة بالرواج الكبير ديالها، بلايص اللي معروفة بأن أجي وقت ما تجي الإخوانات حالين أو محلات المأكولات الخفيفة فهي حالين، ولكن اليوم في ليلة عيد الأضحى المبارك شوفوا معنا شنو واقع فيها على المباشر. الدنيا خاوية، أصحاب المحلات سادين، كل شيء ساد، كل شيء نقدر نقولوا انه مشى يسافر يعيد مع الاهل ديالو الاحباب ديالو. الدنيا خاويه هنايا بمنطقه سباتة، المنطقه اللي كيف ما ذكرت لكم معروفه بمحلات المأكولات الخفيفه. الدنيا خاويه، كل شيء خاوي، خاويه ديال بصح، ماشي بحال هكا تعودنا نشوفوا حمام فن، محلات سادين. كنا كنجيو مثلا طيله ساعات، اليوم كتبقى الدنيا عامره. وكيف ما ذكرت لكم ان هاد المحلات هادو راه كيبقاو حالين 24 ساعه على 24. انا ندير واحد الجوله خفيفه مشاهدي الكرام نخرجكم حتى من الصوره ونبين لكم ان المحلات فهي ساده حاليا، كل شيء ساد وكل شيء خاوي كيف ما غتشوفوا معنا على المباشر. يعني هنا شارع النيل، منطقه معروفه اولا بالرواج التجاري الكبير اللي فيها، معروفه ثانيا اصحاب المحلات ماكولات خفيفه، اصحاب الساندويتشات، شحال كيكونوا معمرين الدنيا هنا. نقدروا نقولوا بين المناطق اللي كيبقاو حالين 24 ساعه على 24 فهي ساده خاويه. شوفوا معنا شنو واقع فيها على المباشر. تجيك ما تلقاش بلاصتك نهائي، واليوم العكس تماما، اليوم الدنيا خاويه ماشي بحال هكا تعودنا كازا، ولكن هذه ليله عيد كلشي كيوجد العيد، كلشي ساد، كلشي خاوي، الدنيا خاويه كيف ما كتشاهدوا على المباشر مشاهدينا الكرام. تبارك الله كنشوفوا شوارع كازا عامره غير بالناس اللي غاديين بالحواله ديالهم، المقاهي حالين ماشي محاليش، ولكن ما كاينش بديك العمر اللي كيف ما تعودنا. اصحاب المحلات حالين، ولكن اصحاب السندويتشات الماكولات الخفيفه اللي معروف على كازا، معروف على المناطق الشعبيه، فهما سادين ليله عيد الاضحى المبارك. ذكركم غدا العيد باذن الله، غادي يدخلنا هذا العيد بالصحه والسلامه وطول العمر. يعني انتم بقاو معنا مشاهدينا الكرام، حنا كنقربوكم من الاجواء، كنقربكم من الثمن، كنقربكم من مجموعه من الامور كاين الغلا هذا العام كيف ما تبعتوا معنا. واهم حاجه الانسان يدير في باله ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء ساد، كل شيء خاوي، تجيك في ايام العاديه مستحيل انك تلقى هذا الركود التجاري هنا. شوفوا معنا كل شيء خاوي، كل شيء ساد، اصحاب المأكولات سادين، ماشي بهذا الشكل تعودنا نشوفوا كازا، ماشي بهذا الشكل تعودنا اننا نشوفوا حمام فن او منطقة سباتة. وتبارك الله كنعرفوا شحال كيكون السحاب على اصحاب المأكولات الخفيفة هنا، ولكن شيء عادي ليلة عيد الأضحى، كلشي سافر، كلشي مشي يدوز العيد مع الأحباب ديالو والأهل.
ديالو، عيد الاضحى مبارك علينا كاملين.